بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة. اليوم نكمل المحاضرة اللي بدينا بيها، Presentation of Data Mathematically in a Group Data. أخذنا بالمحاضرة السابقة هذا المثال اللي هم 15 شخص visit health center، وكل واحد ايش قد بعده عن المركز الصحي. فهنا مثلا الشخص الاول 5 مايل، الشخص الثاني 9 مايل، هنا التسلسل وهنا كل شخص. فعندنا هذه الداتا انه كل شخص والفاليو مالته، هذه نسميها رو داتا. واخذنا شلون انه نحسب من هيجي داتا، نحسب الميجرز اوف سنترال تندنسي، المين والميديان والمود وهكذا، والميجرز اوف ديسبيرشن كالرينج والفاريانس والستاندرد ديفيشن. اليوم راح محاضرتنا راح نحسب الداتا من جداول الجروب داتا. زين، فاذا اجتنا هيك مسألة او اخذت معلومات من فد مجلة معينة وكان الجدول الموجود بهذا الشكل انه group data او intervals between 30 to 35 وقدامها frequency، يعني هنا بالجدول السابق كل وحدة تمثل شخص، هنا لا، هذا الحقل الاول 30 الى 34 كانوا 7 اشخاص ضمن هذه الفئة، من 35 الى 40 اكو 16 person، من 40 إلى 44 اكو 33 بيرسون وهكذا. فهنا مثلا المثال يقول the following are the serum high density lipoprotein cholesterol in milligram per dl of 90 individuals. المجموع طبعا ناخذه من مجموع الفريكونسيز انه 90 شخص. زين، ف 7 زائد 16 زائد 33، هاي من نحسبهم يطلع 90 شخص. Calculate the mean, median, model class, model point, variance, standard deviation. فشلون نحسب هذه الأمور من هكذا جدول؟ نبدي بالmeasures of central tendency. ناخذ المين ويأسوم هنا. بما أنه إحنا ما عدنا الودات، ما عدنا كل شخص إيش قد ال يعني من 30 إلى 34 اكو 7 اشخاص، يجوز اكو فد 2 منهم 30 واثنين 31، اكو فد 4 33 وهكذا، لان يصيرون 7 اشخاص. 35 اكو 16 شخص، اكو فد 4 5 بالضبط 35، اكو 35.5 مثلا، اكو وهكذا. زين، فاحنا نتعامل ويا هذا الجدول، ما عندنا الرودات اللي جاي منها هذا الجدول، فحساباتنا راح تعتمد على الافتراضيات، على assumption. فغالبية هسه احنا المجاز هذه نمشي على نفس هذه assumption، انه we assume that all value within each class interval are located at the midpoint. يعني شنو؟ يعني جميع الأشخاص السبعة هنا راح يكونون بين 33 والـ34، أو راح إحنا هسه هذا الجدول على مود نبدي حساباتنا. هنا كل انترفال 30 34 35 39، وقدام هالفريكونسي طبعا احنا اخذنا سابقا شلون نحسب الكوميوليتيف فريكونسي، 7 7 زائد 16 23
23 زائد 33 56 وهكذا. فراح نكمل الجدول، نحط يم الفريكونسي كوميوليتيف فريكونسي لان نحتاجه ببعض المجاز. بعد ايش نحتاج؟ نحتاج الميد بوينت. هذه الاسامبشن قلنا بال شلون نحسب الميد بوينت؟ نجمع التو بارت اوف ذا انترفال. يعني عندي انا 30 الى 34 اجمعهم 30 زائد 34 64 تقسيم 2 32 اخلي هنا 32 35 الى 39 اجمع الاثنين واقسم على 2 يطلع 37 او هي هنا راح تكون كل 5 2 زائد 5 37 37 زائد 5 42 اما بهذه الطريقه او بهذه الطريقه. يعني 44 زائد 40 زائد 44 84 تقسيم 2 42 زين. فهذه هذا الحقل الام تمثل لي الميد بوينت. فاذا اول خطوه راح نفترض انه جميع الاشخاص اللي هم السبعه انه الفاليو مالتهم مو 30 ولا 34 لا الفاليو مالتهم 32. جميع الاشخاص بهذا الحقل الفاليو مالتهم اللي هم 16 شخص الفاليو مالتهم 37 الميد بوينت مال ال 35 لل 39. ارجو ان صارت واضحه. To find the mean we multiply each midpoint. الخطوة الأخرى بعد ما أخذنا أو أضفنا حقل الميدبوينت الأم بعدين راح نضرب كل midpoint راح أضربها بالفريكونسي حتى أجمع. أنا عندي 32 أضربها في السبعة 37 في 16 فراح اضيف حقل اخر ايضا اسميه ام اف. يعني معناها ضربت الميد بوينت في الفريكونسي ف 7 32 في 7 224 37 في 16 592 42 في 33 هنا العدد شويه كبير 1386 زين. بالاخير هنا راح اجمع التوتال هذا راح اسميه summation mf. راح نحتاجه هذا summation mf زين لان اني راح يكون القاعده مالتي بمكان من ما انه بالرو داتا كان انه اجمع القيم وقسم على العدد. هنا اجمع summation mf هو نفس الشيء تقسيم العدد الكلي summation f اللي هم 90 شخص. فاذا هاي summation mf وهنا هاي summation f انه جميع الفريكونسيز. فراح نطبق هذه انه راح يكون بالبسط هو هذا وبالمقام هاي summation mf تقسيم summation f. ف 3865 تقسيم 90 يكون 42.94 ملي جرام بير دي سي لتر. هذا الهاي دنسيتي لايبوبروتين كوليسترول لهؤلاء 90 شخص زين. الميديان مثل ما اخذنا بالمحاضرة السابقة الميديان يعتبر انه يعني مبدئيا انه الشخص اللي بالنص شقد القيمة الفاليو مالته زين. احنا هنا ما عندنا شخص يعني مثلا
احنا قلنا انه first مثلا class interval بين 30 الى 34. بالحساب مال المين حسبنا انه قلنا انه نحسب انه جميع القيم هي تعتبر القيم اللي بالنصف، فحسبنا انه 34 زائد 30 64 تقسيم 2 راح تكون 32. فكل الناس اللي ضمن هاي الدراسة قيمتهم هي اللي بالنص، زين لكل فئة طبعا. هنا شنو الفرضية مالتنا؟ أيضا عندنا فرضية we assume that all that the values within a class interval are evenly distributed. شنو يعني evenly distributed؟ يعني إحنا هذه القيمة كانت الفريكونسي اللي قدامهم الاف قيمتها 7، يعني عندي 7 أشخاص، راح أحسب إنه هاي 7 أشخاص موزعين السبع مكانات أوزعها بين 30 و 34، كأنما أول شخص هنا مثلا 30.7، بعدين 31 بوينت مثلا 2 او 3 وهكذا الى انه 7 مكانات. اكو مثلا احد احد الانترفلز 33 قيمة الفريكوانسي، فهنا الفريكوانسي معناها انه ذول 33 شخص متوزعين بين 30 و 34 ايضا بشكل متساوي، معناها انه اكثر شخص قريب لل 34 او على 34 واقل شخص هو على 30، زين وهكذا متوزعين بشكل متساوي. هذه الفرضية مال انه distributed evenly through the width of the class interval. So find the class interval in which the median is located. زين أنا عندي أكثر من class interval، عندي هذه، فكيف أعرف وين ال class interval اللي ضمنها الميديان؟ هل هي هذه؟ هل هي هاي؟ هل هي هذه؟ طبعا الميديان إحنا مثل ما عرفنا إنه يعتمد على العدد، سابقا قلنا عدد الأشخاص إذا كان مثلا زوجي إذا كان فردي. هنا ما راح نقول زوجي وفردي، لكنه اريد اعرف القيمة اللي هي بالمنتصف. هنا انا عندي 90 العدد، فاقسم 90 تقسيم 2 حتى اعرف هو الميديان المنتصف. 90 تقسيم 2 راح يصير 45. زين احسب الميديان او البوزيشن اوف ذا ميديان، احسب الميديان ال 45 هو البوزيشن اوف ذا ميديان، ال 45 هو كانما اعرف البوزيشن. زين بيا كلاس انترفال هنا شلون اعرفها؟ اجي على الكوميوليتيف فريكوانسي، هنا اشوف ال 45 ضمن يا كلاس انترفال، هنا 7 مو ضمنها ال 45، هنا 23 مو ضمنها ال 45، هنا شقد؟ هنا 56 عندي. اذا ال 45 ضمن هذه الكلاس انترفال ضمن 40 الى 44. اكو البعض راسلني قال انه ال 45 ضمن الكلاس انترفال هنا نظر لهذا ال 45. لا احنا ما ننظر للكلاس انترفال، ننظر للفريكونسي، للكوميوليتيف فريكونسي. زين لان ذول 90 شخص، ال 45 يعني اللي الشخص اللي بمنتصف ال 90، زين قد تكون بهذا الكلاس انترفال، قد تكون يعني اذا كان عدد الفريكوانسي هنا اكبر قد يكون هنا، قد يكون هنا، ما لها علاقه بالكلاس انترفال، لها علاقه بالكوميوليتيف فريكوانسي. ف
نطبق هذه المعادلة. هذه المعادلة قال انه بعد ما اختاريت الكلاس انترفال قلنا 40 الى 44، ال 40 تمثل ال ال يعني اللور بارت اوف ذا كلاس انترفال، زين. ف 40 زائدا الجي، الجي شلون احسبه؟ ان على 2 هي ال 45، زين، ناقصا الكوميوليتيف فريكونسي اوف بريفيوس كلاس انترفال. اذا من اريد احسب الجي، الجي تمثل لي ان على 2 معناها 45. 45 ابدا اشوف انا بما انه قلنا احنا ضمن ال 40 الى 44 قلنا انه القيم تتوزع ايفنلي بشكل متساوي بين ال 40 وال 44 لو كانت القيم تتوزع بشكل متساوي. فأريد نشوف انه موقع الميديان ضمن هذه الكلاس انترفال وين يقع بداية هذا التوزيع. انا عندي 33 شخص هنا، زين، فضمن ال 33 قيمة بين ال 40 الى ال 44، هل هو بالبداية، هل هو بالمنتصف، هل هو بالنهاية؟ فهاي شلون اعرفها؟ اعرفها انقص البوزيشن اوف ذا ميديان اللي هو 45 ناقصا الكوميوليتيف فريكونسي مال البريفيوس كلاس انترفال، مو الكلاس انترفال صاحبه الميديان اللي قبلها. فهنا 23، اذا 45 ناقصا 23. وتساوي اثنين ثلاثة اثنين اثنين 22. فإذا هكذا نحسب الجي، ال ان على 2 90 على 2 معناها 45 ناقصا ال frequency او cumulative frequency of previous class interval. إذا نطبق هذه هنا زائد هنا طبعا كأنما قوس آخر، اثنين وعشرين في أربعة وثلاثين أربعة وأربعين ناقص أربعين، احنا شقد اختارينا يا فئة، أي أربعة وأربعين ناقص أربعين معناها أربعة. فهنا الحل 45 الكلاس انترفال اللي الميديان لوكيتد ان ات البوزيشن اوف ذا ميديان بالكلاس انترفال 40 الى 44. الميديان بعد ما طبقنا هذه المعادله هنا ما تفرق انه 22 على 33 في 5 في 5 باعتبار اذا احسب 44 ناقص 40 تطلع لي 4، قد تكون في 4، وإذا أحسبها بعض الأحيان مو أنا حسب أنه ال 40 بعض ال intervals يحسبوها وبعضهم ما يحسبوها. فإذا نحسبها 40 و41 و42 و43 و44 هذه أصبحت 5 فئات، فأضرب في 5، فليضربها في 5 أو يضربها في 4 ما تفرق يعني هواية على القيمة. فتطلع أنه 40 زائدا هذه من نضربها تطلع 3.3، فإذا 43.3 ملغرام بي دي ال، هذه قيمة الميديان. المود اللي هو الأكثر تكرر هذه يعني من السهولة حسابها أنه يا انترفال الأكثر تكررا بالفريكونسي، فأكيد هنا الثلاثة نقدر نعتبرها الأكثر تكرر. إذن المودل كلاس هو 40 إلى 44.
المودل بوينت هنا الاسامبشن ايضا ميد بوينت فقط. المين الاسامبشن مالتنا انه التوزع بين الانترفالز ايفنلي، هنا لا الميد بوينت. فاذا ايش قد المود كقيمه 42، البوزيشن بال 40 الى 44. نجي للميجرز اوف ديسبيرشن، خلصنا الميجرز اوف سنترال تندنسي. الميجرز اوف ديسبيرشن ايضا وي اسوم ذات اول فاليوز حتى نحسب الفيريس عن ستاندرد ديفيشن اوف جروب داتا. We assume that all values falling into a particular class interval are located at the midpoint. أيضا نفترض أنه تقع بالميدبوينت. فالقوانين مالتها مشتقة من القانون اللي أخذناه الستاندرد الفيرينس of population. هنا طبعا بما أنه نستخدم السيجما سكوير، إذا هذا for population. For population وهنا أنا for samples. الستاندرد ديفيشن راح يكون الجذر التربيعي او السكوير روت للفيرينس. فان في سميشن ام سكوير اف ماينس ام سميشن ام اف الكل سكوير على ان في ان. الان طبعا هاي 90 مثلا بالنسبه لمثالنا، في 90 راح نشوفه. هذا للpopulation، احنا مثالنا هو sample حقيقة، هذه الأعداد القليلة تكون للسامبل. فبمكان n في n، n في n ناقص واحد. فإذا حتى نكمل حتى نحسب الفيرينس والstandard deviation يحتاج أيضا أن أضيف فقرات بالجدول مالتي. راح أضيف m square نفس الميد بوينت اللي هو 32 37 كل وحدة ربعتها وخليت قيمتها. والام اف اني حسبتها سابقا وسميشن ام اف، هذه سميشن ام اف، وام سكوير ام اف هذه الام سكوير. راح ارجع هنا كأنما الام ضربناها بالاف طلع لنا حقل الام اف. هنا الام سكوير نضربها بالاف نرجع يصير ام سكوير اف. فعندنا هذا الحقل هذا الحقل summation mf. هذا الحقل summation m square f. فإذا نجي نطبق القاعدة مالتنا، أنا أحتاج أو هذا القانون ال mf summation mf هذا الحقل مجرد انه التوتال مالته راح اربعه،
والسميشن ام سكوير اف، اف هو الحقل هذا نفسه راح انزله بالقانون، هذا سميشن ام سكوير اف ينضرب في ان ناقصا سميشن ام اف، هذه موجود عندنا توتال فقط اربعه على ان في ان ناقص واحد، فهذه القيم موجوده عندي، هذا ان هاي سميشن ام سكوير اف اسفل شيء بالجدول السابق الاخير هذا ناقصا سميشن ام اف الكل سكوير، سميشن ام اف هذا فقط اربعه، هذا 3865 راح اربعها فتطلع النتيجة هاي 3865 تقسي ناقص 90 على ان ناقص واحد على في 89، فطلعت ان 31.96، بما انه هذا فيريانس الوحدات راح تكون مربعة الميليغرام بير دي سي لتر سكوير، فنجذر هذه القيم حتى نطلع الستاندرد ديفيشن اللي هو راح يطلع زائد ناقص 5.65 ملي جرام بير دي ال. هنا نكون خلصنا المواضيع المهمة بال presentation of group data، وكملنا المحاضرة بال mathematical presentation of data. هذا السؤال أرجو أن تحلوه أنتم اللي هو يشمل لنا 57 شخص، وهذه أعمارهم من 10 إلى 19، 20 إلى 29، فبنفس الطريقة أرجو أن تحلوه ونتواصل إن شاء الله أنه إذا عندكم فد أسئلة، وشكرا لحسن استماعكم.